بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في تاني محاضرة من محاضرات مقرر المحاسبة المالية المتقدمة. ما زلنا في الفصل الأول، هو بيتكلم عن اندماج الشركات، المفهوم والمزايا وطرق اندماج الشركات والمحاسبة عن اندماج الشركات. طيب يعني ايه اندماج الشركات؟ يعني ايه هو مفهوم الاندماج؟ الاندماج هو بنعرفه على انه عملية قانونية بيتم فيها ضم شركتين او اكتر على بعض لتكوين كيان اكبر. يعني شركتين او اكتر يتم دمجهم مع بعض لتكوين كيان ايه اكبر. والاندماج ده بيتم اما بنقل اصول وخصوم احدى الشركات الى الاخرى، يعني اصول وخصوم الشركة الف يتم نقلها الى الشركة ب، او عن طريق ضم اصول وخصوم الشركتين ويتم انشاء وتكوين كيان جديد ثالث. يعني الشركة الف وب يتم ضم اصولهم وخصومهم على بعض لتكوين كيان ثالث. وبموجب الاندماج ده بتنتقل كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة وكذلك مساهموها او شركاؤها الى الشركة الدامجة او للكيان الجديد. يبقى ايه هو الاندماج؟ الاندماج هو عملية قانونية بيتم فيها الدمج بين او ضم شركتين او اكثر على بعض لتكوين كيان جديد اكبر. تناولنا في المحاضرة السابقة مفهوم الاندماج واشكاله والفرق بين الاندماج والاستحواذ، واتكلمنا من وجهة نظر القانونية، اتكلمنا عن اجراءات الاندماج وكيفية حدوث الاندماج بين الشركات قانونيا. طيب النهاردة عايزين نتكلم عن المحاسبة عن الاندماج. يعني ايه المحاسبة عن الاندماج؟ يعني موضوع الاندماج ده لما بيتم ما بين شركتين او اكتر بيبقى ليه اثر قانوني، اتكلمنا عنه المحاضرة اللي فاتت، ان في شركات بتختفي صفتها القانونية او شخصيتها الاعتبارية، وفي شركات بتذوب جوه شركات وهكذا الى اخره، زي ما اتكلمنا عن انواع الاندماج. لكن النهاردة عايزين نتكلم عن الاثر المحاسبي لموضوع الاندماج بين الشركات. يعني ايه الاثر المحاسبي؟ يعني دور المحاسبة فين؟ دور المحاسبة طبعا كبير واساسي في موضوع الاندماج، وبينحصر في ايه؟ اثبات عملية الاندماج، ان احنا نعمل قيود يومية نثبت فيها عملية الاندماج، ده حاجة. كمان تقييم قيمة الاستثمار او قيمة او القيمة المنفقة في عملية الاندماج، وزي ما هنشوف ونعرف ان قيمة الاستثمار او تكلفة الاندمااج ليها ثلاث صور، يا اما صورة مالية او صورة نقدية او صورة عينية. صورة مالية يعني ايه؟ يعني بتكون في صورة اسهم عادية او ممتازة بتصدرها الشركة الدامجة لأصحاب الشركة المندمجة. يعني شركة ألف عايزة تندمج مع شركة ب، تقوم الشركة ألف تصدر أسهم لملاك أو أصحاب الشركة ب، وبالتالي الملاك دول تنتقل ملكيتهم من ب إلى إيه؟ إلى ألف، وبذلك تنتقل ملكيتهم من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة. مقابل إيه؟ مقابل إن هم هيتنازلوا في حصصهم في الشركة ب للشركة ايه؟ ألف. دي احد الصورة المالية لتكلفة الاندماج. وممكن تبقى صورة نقدية، يعني مبلغ يدفع لحملة الاسهم او ملاك الشركة المندمجة مقابل برضو تنازلهم عن حصصهم ونقل ملكيتهم للشركة المندمجة الى الشركة الايه؟ الدامجة. ويمكن ان تكون صورة عينية. يعني ايه صورة عينية؟ اراضي او عقارات، اي اصول اخرى تعطى لحملة الاسهم في مقابل تنازلهم عن حصتهم للشركة الدامجة. يبقى اذا المحاسبة عن الاندماج معناها او بيبان اثرها فين؟ اولا في حساب تكلفة الاندماج او قيمة الاستثمار اللي اتدفع علشان عملية الاندماج تتم. ثانيا اثبات عملية الاندماج في الدفاتر بالقيود المحاسبية، وده اللي عايزين نتعلمه. طيب يبقى لو قلنا ما هي المحاسبة عن الاندماج هنقول ايه؟ عندنا نقطتين.
تحديد مقابل الاندماج اللي هي قيمة الاستثمار أو القيمة اللي اتفق عليها الشركة المندمجة والشركة الدامجة لإتمام الصفقة، ودي بتكون مقابل انتقال صافي الأصول الخاصة بالشركة المندمجة للشركة الإيه؟ الدامجة. 2، إثبات عملية الاندماج بالقيود المحاسبية، وبتكون في الشركة المندمجة بمثابة قيود تصفية، لأن الشركة خلاص هتندمج مع شركة أخرى، وبيتم فيها قياس حقوق حملة الأسهم ونحدد الأرباح أو الخسائر اللي نتجت عن عملية الاندماج مع الشركة الدامجة. وفي دفاتر الشركة الدامجة بنعمل قيود ننقل بيها، نثبت بيها الأول تكلفة الشراء أو تكلفة الصفقة اللي تمت، وكمان ننقل بيها الأصول الخاصة بالشركة المندمجة إلى القوائم المالية الخاصة بالشركة الدامجة، وكذلك إيه الخصوم. إذا محاسبيا عندنا طريقتين بيتم بيهم عملية اندماج بين الشركات، طريقة اسمها طريقة الشراء، وطريقة اسمها اندماج أو توحيد المصالح. عندنا طريقتين لإتمام عمليات الاندماج بين الشركات، طريقة اسمها طريقة الشراء دي أول طريقة، وطريقة اسمها إيه؟ توحيد المصالح أو اندماج المصالح. الطريقة الأولى هي طريقة الشراء، دي بتعتمد على وجود صفقة بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة بيصلوا فيها لقيمة الشراء أو قيمة الاستثمار أو تكلفة الاندماج وفقا للسعر السوق أو القيمة العادلة، ودي الطريقة الأكثر انتشارا والمتبعة بين أكثر الشركات. طيب، وفقا لطريقة الشراء لو في عملية اندماج لازم هتمر بثلاث خطوات رئيسية. نحن هنا بنتكلم بقى محاسبيا. أول خطوة أو الخطوة ألف وفقا لطريقة الشراء أن يتم تسجيل قيمة الشراء أو تكلفة الصفقة اللي تم الاتفاق عليها في دفاتر الشركة الدامجة. يبقى أول حاجة هو تسجيل بقيد يومية قيمة الشراء أو تكلفة الصفقة في دفاتر مين؟ في دفاتر الشركة الإيه؟ الدامجة. طب التكلفة دي بيظهر فيها إيه؟ بتتضمن قيمة كل التعويضات زي ما قلنا من شوية، إن أنا ممكن أدفع إيه؟ يا إما مقابل نقدي، يا إما مقابل مالي، يا إما مقابل عيني. فتكلفة الشراء اللي بتتسجل دي بيتم إيه؟ بيتم تسجيل كافة التعويضات النقدية وغير النقدية اللي تم تسليمها لمين؟ لأصحاب الشركة المنضمة أو المندمجة، مقابل تنازلهم عن حصتهم في الشركة دي للشركة الإيه؟ الدامجة. يبقى الخطوة الأولى هي تسجيل قيمة الشراء، تسجيل قيمة الاستثمار اللي اتدفع علشان الصفقة تتم. ب أو الخطوة نمرة 2 إن إحنا بنعتبر بقى أي تكاليف أخرى مباشرة لعملية الانضمام غير تكلفة الشراء دي، زي إيه؟ زي تكاليف إصدار أسهم، مصاريف تسجيل أسهم، أتعاب المحاسبين، دي بتعتبر تكاليف مباشرة لعملية الانضمام، دي تضاف وتعتبر جزء من إيه؟ جزء من تكلفة الشراء اللي هي في الخطوة ألف، وتسجل إيه؟ برضو في دفاتر الشركة الدامجة. لكن أي تكاليف غير مباشرة بنعتبرها إيه؟ مصروفات. طيب الخطوة الثالثة أن يتم تسجيل بقى أصول والتزامات الشركة المندمجة. هننقل بقى الأصول والالتزامات الخاصة بالشركة المندمجة لدفاتر الشركة الدامجة في تاريخ الاقتناء أو تاريخ الاندماج وفقا لقيمتها الإيه؟ العادلة، يعني وفقا لقيمتها في السوقية. فهنا ممكن يظهر عندنا موقف من ثلاثة، يا إما تكون تكلفة الشراء أو تكلفة الصفقة أو تكلفة الاستثمار مساوية للقيم العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة. يعني إيه صافي أصول الشركة المندمجة؟ يعني قيمة أصول الشركة المندمجة العادلة ناقص خصوم الشركة الإيه؟ المندمجة بالقيمة العادلة، ده يدينا صافي الأصول. لو القيمتين قد بعض، لو اللي اتدفع أو قيمة الاستثمار قد صافي أصول الشركة المندمجة، يبقى تمام مفيش أي حاجة عندنا، لا توجد إيه؟ مشكلة. طب لو المبلغ اللي اتدفع، لو تكلفة الشراء أكبر من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة، في الحالة دي بيظهر عندي حاجة اسمها شهرة موجبة. يعني إيه شهرة موجبة؟ يعني أنا على استعداد إن أدفع أكتر من قيمة من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة دي في مقابل إن أنا أحصل على أو أتم عملية الاندماج ديت.
يبقى المستثمر هنا او الشركة الدامجة هنا عندها استعداد انها تدفع مبلغ اكبر من قيمة ايه، صافي اصول الشركة. طب لو حصل العكس، لو الشركة دفعت، الشركة الدامجة دفعت تكلفة اقل، تكلفة الشراء كانت اقل من القيمة العادلة، الموقف هنا هيبقى معكوس، يبقى هنا هيبقى في عندي شهرة سالبة. طيب كمثال على طريقة الشراء، مثال رقم واحد في حالة عدم وجود ايه، شهرة. بيقول في 11/7 قامت الشركة ألف بشراء الشركة ب. إذا الشركة ألف هي الشركة الدامجة والشركة ب هي الشركة المندمجة، بحيث تسدد الشركة ألف مبلغ كام؟ 270,000 جنيه. يبقى الشركة الدامجة هتدفع 270,000 جنيه، وكمان هتصدر 4,000 سهم عادي بقيمة اسمية 100، وسعر السهم في السوق كام؟ 140. يبقى هتدفع 270,000 وهتصدر 4,000 سهم لمين؟ لحملة الأسهم وملاك الشركة به. نظير ايه؟ نظير تنازلهم عن حصتهم في ملكية الشركة به لمين؟ للشركة ألف. وكان في أتعاب محاسبين كام؟ 15,000 جنيه. المطلوب ايه؟ اول حاجة اثبات قيود اليومية اللازمة بدفاتر الشركة الدامجة اللي هي الشركة الف، كمان تصوير قائمة المركز المالي للشركة الف بعد الاندماج، ومدي لك القائمة، قائمة المركز المالي لكلا الشركتين، دي قائمة المركز المالي للشركة الف الشركة الدامجة، والشركة ب الشركة المندمجة. الشركة ب هتلاقي عندي قيم دفترية وقيمة ايه، وقيمة عدلة، الأصول، الالتزامات وحقوق الملكية للشركتين ألف وب، لكن الشركة ب عندي قيم دفترية وقيمة ايه، عدلة. هنشوف الخطوات اللي هنمشي عليها علشان نحقق المطلوب في المثال. طيب هنبدأ الحل بتاعنا بتمهيد للحل. هنعمل ايه؟ هنحسب كل حاجة احنا محتاجينها قبل ما نعمل قيود اليومية. هنحسب ايه؟ اول حاجة هحسبها تكلفة الشراء. تكلفة الشراء هنا هي قيمة الصفقة او قيمة الاستثمار اللي تم علشان عملية الاندماج ما بين الشركة الف وب تتم. طب الشركة الف ضحت بايه او دفعت ايه علشان الصفقة تتم؟ في قيمة مدفوعة، قيمة نقدية، وفي اسهم مصدرة، وفي كمان اتعاب المحاسبين، واتفقنا ان اتعاب المحاسبين تعتبر تكاليف ايه، مصروفات مباشره لعمليه الاندماج بيتم ضمها على تكلفه الشراء. طيب القيمه المدفوعه كام؟ 270,000 زائد قيمه الازهر المصدره كام؟ الاسهم المصدره تم اصدار 4000 سهم في قيمه سوقيه 140، زائد اتعاب محاسبين كام؟ 15,000. يبقى عندنا تكلفه الشراء 845,000 جنيه، دي قيمة الاستثمار اللي دفعته الشركة ألف علشان تندمج مع الشركة إيه ب. طب هحسب إيه كمان؟ هحسب صافي الأصول الخاصة بالشركة ب بالقيمة العادلة. تيجي إزاي دي؟ أجمع أصول ب بالقيمة العادلة ناقص التزامات ب بالقيمة العادلة، يبقى 900,000 ناقص 55,000 يديني 845,000. هاخد العمود بتاع القيمة العادلة بتاع الشركة ب، هلاقي مجموع الأصول بالقيمة العادلة 900,000، مجموع الخصوم 55,000، أطرح اتنين من بعض يديني 845,000. هنا هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن تكلفة الشراء اللي هي 845 تساوي بالظبط صافي الأصول بالقيمة العادلة. يبقى دي الحالة الأولى اللي اتكلمنا عنها، إن لا يوجد إيه، شهرة لا موجبة ولا سالبة. طيب نحسب إيه كمان؟ هحسب النقدية اللي اتدفعت، النقدية فقط، اللي هي عبارة عن ايه؟ نفس اللي فوق ده، لكن هستثني الأسهم المصدرة، يبقى القيمة المدفوعة زائد أتعاب المحاسبين، لأن يعني البندين دول هما اللي دفعوا نقدا، يبقى 270 زائد 15 فقط يديني 285,000. هنشوف هنعمل بيها ايه.
كمان احسب راس المال الاسهم العاديه. راس مال الاسهم العاديه ده بيتحسب ازاي؟ الاسهم المصدره في القيمه الاسميه، القيمه الاسميه 100 يديني 400 ألف جنيه، واحسب علاوه الاصدار. ايه علاوه الاصدار؟ علاوه الاصدار هي الفرق ما بين القيمه الاسميه للسهم والقيمه السوقيه. القيمه الاسميه 100، القيمه السوقيه 40، يبقى في علاوه اصدار كام؟ 40. يبقى 4000 في 40 يديني 160 ألف جنيه علاوة إصدار. كده ننتقل لقيود اليومية. نيجي لقيود اليومية، هنعمل قيد الأول نسبة بي عملية الاستثمار اللي تمت، أو تكلفة الاستثمار اللي الشركة ألف دفعتها علشان تندمج مع الشركة ب. نقول إيه؟ من حساب الاستثمار في الشركة ب ب845 ألف، اللي هي إيه؟ تكلفة الشراء، إلى مذكورين حساب نقدية، حساب رأس مال أسهم عادية، حساب علاوه ايه؟ اصدار اسهم عاديه. وكل قيمه من دول حسبناهم الايه؟ السلايد اللي فاتت. النقديه 285 اللي هم ايه؟ اللي هم القيمه اللي اتدفعت نقدا للشركه به زائد اتعاب المحاسبين. طيب وحساب راس مال اسهم عاديه اللي هم 4000 سهم في القيمه الاسميه 100. طب علاوه الاصدار حسبناها برضو اللي هي 4000 سهم في 40. ايه ال 40 دي؟ الفرق بين القيمه الاسميه للسهم والقيمة السوقية. ده أول قيد، قيد إثبات الاستثمار في الشركة ب. طب القيد التاني، في القيد التاني هنقفل حساب الاستثمار ده لأنه ده حساب مؤقت. عشان أقفله هعمل إيه؟ هجيبه دائن، هو هنا مدين. هجيبه إيه؟ هجيبه في الدائن. يبقى حساب الاستثمار هيتحط في الدائن بكام؟ ب845 ألف. وهاخد كل أصول الشركة ب أظهرها فين؟ أظهرها في خانة المدين في القيد. يبقى من مذكورين حساب نقدية 160، حساب عملاء 140، حساب مخزون سلعي 240، حساب أصول ثابتة كام؟ 360. إيه القيم دي؟ هي دي أصول الشركة به بالقيمة الإيه؟ العادلة. إلى مذكورين قلنا هنحط حساب الاستثمار عشان نقفله، وحساب إيه؟ وحساب الدائنين. إيه الدائنين دول؟ دي الخصوم أو الالتزامات اللي على الشركة به، هتنتقل برضو للشركة إيه؟ للشركة ألف. يبقى انا هنا اظهرت اصول وخصوم الشركه ب في دفاتر ايه؟ او في قيود يوميه ايه؟ الشركه الف، وبالتالي تمت عمليه الاندماج. المطلوب الاخير هو ان احنا نعمل قائمه المركز المالي للشركه الف بعد الاندماج. هنعمل ايه؟ هنبتدي بالاصول، هنضم اصول الف على اصول ب بالقيمه العادله، لكن هنلاقي النقديه عباره عن ايه؟ 600 ألف دول بتوع ألف، زائد 160 ألف دول هما بتوع ب بالقيمة العادلة، النقدية الخاصة بالشركة ب بالقيمة العادلة، ناقص ايه؟ في 285 ألف اتدفعوا في تكلفة الشراء، دول اللي اتطرحوا، يدينا 475 ألف. بعد كده العملاء، نضم العملاء بتوع ألف على العملاء بتوع ب، مخزون سلعي، المخزون بتاع ألف على المخزون بتاع ب، صافي أصول ثابتة، نفس الكلام، وطلع إجمالي ايه؟ الأصول. نيجي للالتزامات نفس الكلام، أضم الدائنين بتوع ألف على الدائنين بتوع إيه؟ ب. نيجي رأس مال أسهم عادية، عندي رأس مال أسهم عادية بتاعة ألف زائد رأس مال أسهم عادية اللي اتعملت في القيد. هنلاقي إن في الميزانية المعطاة مفيش علاوة إصدار، هاخدها من القيد، عندي علاوة إصدار ب160 ألف تظهر عندي هنا. الأرباح المحتجزة هناخد الأرباح المحتجزة الخاصة بالشركة ألف، واجمع طبعا الأصول واجمع الخصوم يطلعوا ايه؟ متساويين. شكرا ليكم وإلى المحاضرة القادمة.